وان شاء الله يبقى ختامه مسك. المحاضره دي اللي هي complications of general anesthesia. الcomplications of general anesthesia دي اللي هي مفاتيح اللي هو نعرف، لازم نفتكر محاضره الجنرال انستيزي الستيجز اللي بتمر بيها الجنرال انستيزي. وطبعا الكومبليكيشنز دي اهميتها انها ترجع، لان هي دي اللي بتودينا الجرايد وتودينا في صفحه الحوادث، الكومبليكيشن اوف جنرال انستيزي. فلازم تو افويد الكومبليكيشنز، لازم نعرف ايه هي الكومبليكيشن وايه اسبابها. طبعا احنا مش هنقول كل حاجه ومش هنخش في تفاصيل، احنا بس بناخد اوتلاينز كده. فالجنرال انستيزيا نفكركم بيها انها بتمر بثري ستيجز، اللي هو طبعا احنا نرجع للعناوين الرئيسيه. احنا في بري اوبراتيف اسسمنت او بري اوبراتيف بريباريشن، وانترا اوبراتيف مانجمنت، وبوست اوبراتيف مانجمنت. انترا اوبراتيف اللي هو بيمر بثلاثه ستيجز، اندكشن ومينتننس وريكفري. فاحنا بنناقش الكومبليكيشنز للاندكشن والمنتكفري اللي هي ستيجز، بنشبهها بالطياره اللي هي تيك اوف ومينتننس ولاندنج. فاحنا هنبتدي نمسك كل ستيج. طبعا انتوا في الباك جراوند بتاعكم فاكرين يعني ايه الستيج بتاع الاندكشن، اللي هو بندي هيبناتكس وبندي انالجيزكس وبندي ماس ريلاكسنت، وبنحاول نركب تيوب او ديفايس فور اير واي مانجمنت. هنعمل هيحصل بقى كومبليكيشن واخطاء في الحته دي، تقوم تدينا الكومبليكيشن اوف اندكشن. لما نخش مرحله الايه المينتنس، المينتنس البيشنت شغال على هيبنوتيك دراجز، شغال على ماسل ريلاكسنت، شغال على انالجيزي، في كومبليكيشنز هتحصل ديورنج مينتنس. يبقى احنا لازم الدراجز اللي احنا ماشيين عليها او في مرحله المينتنس تحصل ايرورز تدينا الكومبليكيشن اوف مينتنس فور جنرال انستيز. الريكفري احنا بنصحي العيان هيحصل له كومبليكيشن، ان احنا بنوقف الهيبنوتيك دراجز، بندي انتيدوت للمصر ريلاكسنت، وبنسيب العيان على الانالجيزي. هيحصل اخطاء تدينا الكومبليكيشنز اوف ريكفري. طبعا الكومبليكيشن vary according to patient medical conditions. يبقى في اخطاء حصلت في البري اوبراتيف اسسمنت، كان في medical conditions او العيان ما تحضرش كويس، او في حاجات كان فيها مشاكل medical condition هتدينا complications. surgical procedure سواء اذا كانت حاجات من الاخطاء من يعني هيك complications عاديه، او ان الجراح حصل في منه ايرورز ممكن يحصل نتيجه للسيرجيكال بروسيدور، او هي ريسكي كيسز. السكيلز مهمه جدا، السكيلز اوف ذا انستيست او سيرجن. ما تجيبش واحد لسه بيتعلم وتقول له خش اعمل جنرال انستيزيا، لازم هيبقى فيه اخطاء، السكيلز مش متوفره، مش اورينتد او بالميديكال كونديشن سيرجيكال بروسيدور، وبالتالي ممكن يحصل نتيجه للسيلف كومبتنس الزياده او اللي هي unskilled person سواء anesthetist او surgeon. دينا complications للgeneral anesthesia. available facilities لو احنا شغالين كل عملية ليها الفاسيلتيز بتاعتها. الفاسيلتيز not available، ممشيناش تبع الرولز المظبوطة، ودي اللي بتحصل مشهورة في الاماكن اللي هي بتتبنج في مناطق في الجوامع او في الحتت اللي هي مفيش فاسيلتيز كويسة، فبهنا بتبقى ايرور، بيحصل ايرورز واندتيك بتلاقي مفيش مونيتورز، في حتت ما فيهاش مونيتورز، مفيش افيلابل دراجز، ايمرجنسي دراجز، مفيش اي سي يو بوست اوبريتيف، يبقى دي نتيجه لليك اوف فاسيلتيز، يبقى لازم هيحصل كومبليكيشنز بوست اوبريتيف. هنبتدي الكومبليكيشن ممكن تبقى حاجه بسيطه جدا اللي هي من سور ثروت، يقول لك العين انا ظهري واجعني شويه، الى الدث. يعني من حاجه بسيطه كومبليكيشن كومن نتيجه للاير واي مانجمنت، تلاقي العين بعد الجنرال انستيزيا ظهره واجعه، يقول لك ظهري واجعني، الى ان ما يطلعش خالص ويحصل له دث. ف
فالسيريس كومبليكيشن بتبقى من انسكيلد او سكيلد بات اوفر كونفيدنت انستيست. وبرده نفس الحكايه بالنسبه للسيرجن، ممكن انسكيلد سيرجن او اوفر كونفيدنت سيرجن. بور جنرال كونديشن اوف ذا بيشنت، احنا عندنا بنقسم الجنرال كونديشن او البيشنت في كلاسيفيكيشن اللي هي الاسا فيزيكال ستاتس. كل ما بنطلع بنبقى فيزيكال ستاتس 3 او 4 او 5 ده بيبقى في poor general condition. lack of basic monitors و equipment و drugs زي ما بقولكم في الحتة اللي هي not well equipped زي في المستوصفات وفي الجوامع والحتة دي بيشتغلوا عمليات وهو ما فيش عنده monitors ما فيش عنده drugs. لو حصل اي emergency ما قدرش يتدخل ويعمل، الاجهزة مش كويسة، ده ممكن تحصل اي complications من general anesthesia. يبقى انا عن anesthesia complication occur during او الستيجز بتاعتها الاندكشن والمينتيننس والريكفري. ممكن يبقى في delayed complication of general anesthesia، يعني بقى complications خلاص العين صحي كل حاجه بس برضو تحصل complications delayed. من اهم واخطر الكومبليكيشنز في الانستيزيا اللي بتموت اللي هي الهايبوكسيا، هايبوكسيا ودي خدناها في الفيسيولوجي. طبعا احنا بتوع الاكسجين كله احنا المفروض بنوصل الاكسجين عن طريق اللنج والبلاد والتيشوز يحملنا معانا الكارد اللي هو الاي سيركوليشن. فلو حصل هايبوكسيا نتيجه ايه؟ للو اكسجين ليفل دي الكوزس. يعني ممكن يبقى احنا خدنا انواع الهايبوكسيا في الفيسيولوجي، توكسيك هايبوكسيا وانيميك هايبوكسيا واستاجننت هايبوكسيا وهيستوتوكسيك هايبوكسيا. الهايبوكسيا دي ليك او لو اكسجين ان ذا تيشوز، ممكن يبقى فيه الاكسجين اللي جايلك اسطوانات الاكسجين او الاكسجين بايبس الموجوده في اوضه العمليات يحصل لها فيلير، اسطوانات فيلير ما بتطلعش، جهاز التخزين ما بتطلعش اكسجين، يبقى هنا الاكسجين اللي داخل قليل يبقى فيه هيبقى فيه لو اكسجين وبالتالي البلاد هيبقى فيه لو اكسجين. هتبص لي بعد كده دخلنا في حاجه خدتوها في الفسيولوجي اللي هي السينوزس، والسينوزس اللي هو ايه؟ reduced hemoglobin اكتر من 5 جرام بير ديسيليتر يبان سينوزس. لكن المشكله الاخطر عندنا اللي هي الهايبوكسيا. هايبوكسيا بلاد الاكسجين ليفل ان ذا بلاد لو هيؤدي الى تيشو اكسجينيشن لو. طبعا عندنا في فايتال اورجانز لو حصل فيها هايبوكسيا مده طويله مده بيحصل دامج للبرين، دامج للهارت، ممكن يبقى irreversible brain damage وبالتالي العيان كده دخلنا في ايه؟ في الديس. ممكن نعمل cardiopulmonary resuscitation و resuscitated بس قعد مدة طويلة hypoxic brain hypoxia، يبقى ممكن تلاقي رجع تاني cardiovascular system لكن في permanent او decerebrated person. السينوزيس زي ما تعريفه dark bluish discoloration of the skin mucus membrane بيبقى معاه هايبوكسيميا appears when reduced hemoglobin اكتر من 5 جرام بير ديسيليتر او بلاد. في فاكتورز بتعمل لنا ماسكينج للسينوزس ودي مشكله طبعا في الجوامع او في الحتت اللي هي نوت ويل اكويب مابقاش في مونيتورز كويسه، فده ممكن تلاقي العيان سينوز وهو مش واخد باله لان يعني خلاص دخلنا في الهايبوكسيا ودخلنا في مرحله السينوزس يعني الهايبوكسيا الاول، وبالتالي لو في بالس اوكسيميتر هيديتكت الهايبوكسيا قبل ما نخش في مرحلة السينوز ويبقى عندنا ريديوز هيموجلوبين كميته كبيرة. لكن في حاجات بتماسك السينوز زي الأنيميا اللي هي الهيموجلوبين قليل وبالتالي ممكن يبقى في سينوز لكن الهيموجلوبين 5 جرام مش واضح فمش كتير لأن الأساس الهيموجلوبين قليل. فيبقى في الأنيميا هيبقى السينوز ماسكت بور لايت كونديشن أو دارك بيجمنتيشن هو العين شكله غامق كده فما يبقاش عارف هل ده سينوزس ولا هو ده normal color of the patient. طيب الكوزس اوف هايبوكسيا طبعا الكوزس اوف هايبوكسيا احنا عارفين هايبوكسيا اللي هي التايبس بتاعت الهايبوكسيا هايبوكسيك هايبوكسيا وانيميك هايبوكسيا وستاجننت هايبوكسيا الكلام اللي هو بتاع الفسيولوجي، لكن احنا هنركز على الجزء اللي ريليتد للانستيزيا اللي هو المانيبيوليشن اوف ذا ابر اير واي. وبالتالي هنركز على الهايبوكسيك هايبوكسيا اللي هي فيلير اوف اندوتراكيال انتيوبيشن
لما يبقى فيه عيان difficult intubation وما عملنا ومفيش ما قدرناش نحط تيوب كويس. طيب ما قدرناش نحط تيوب يبقى المفروض نعمل ايه؟ ventilation، نحط حتى ماسك اكسجين ونفنتليت، المهم نوصل الاكسجين لللنج. لو في فيلير كمان في الفنتليشن يبقى في فيلير اوف اكسجينيشن اوف ذا بيشنت، او ان احنا حطينا اندوتراكيال تيوب واحنا فاكرين انها في التراكيه لكن هي undetected esophageal intubation. ليه؟ لان ما عندناش مونيتور بيديتكت ان التيوب في البروبر بوزيشن، اللي هو ايه المونيتور اللي هو الكابنوجرافي. ما عندناش كابنوجرافي، محطين بقى شغالين في حتت ما فيهاش كابنوجرافي، مونيتور تعبان، يبقى هيبقى فيه undetected esophageal intubation. يبقى بعد شويه نبص لها هايبوكسيا وساينوزس ودخلنا في الريست. في ريفلكس لارينجو سباز مين اللي بيحصل في الشيلدر بس ممكن يحصل طبعا في الكبار، ان برونكو سباز اللي بتبقى رياكتيف اير واي، بيبقى فيه سكريشنز او تروما للفوكال كوردز، ممكن يحصل لارينجيال سباز، او العيان ده بيشرب سجاير كتيره ورياكتيف اير واي، او عنده هيستوري اوف برونكيال ازما وان كنترول، ممكن نتيجه الاسترس والبين والاريتيشن والسكريشن ممكن يحصل له برونكو سباز. برونكو سباز يعني الاكسجين مش واصل للالفيولاي، مش واصل للبلاد، نخش في هايبوكسيا وهايبوكزيميا. اسبيريشن اوف ذا جاستريك كونتنت اتكلمنا عليها كتير، عيان واكل وبتاع حصل له اسبيريشن ابر ايروي اوبستراكشن او دامج تو ذا برونكيال وال والريسبيراتورز الميوكوزا دامجد وحصل لها اديما واوا، ثم تدخلنا في ممكن الى هايبوكسيا. دراج اوفر دوز، احنا عندنا في دوز الدراجز سواء هيبنوتكس او انرجيزكس ممكن تدخلنا في ريسبيراتوري ديبريشن او هايبوتنشن، ودي اثر على الكارديك اوتبوت الكارديك ديبريشن. عندنا دراجز كل الهيبنوتيك دراجز في بعض منهم بيعمل براديكارديا وبيعمل هايبوتنشن، لو احنا بندي الدوزز بتاعتنا اكوردنج تو ذا بير كي جي، لكن لو احنا في ايرور في الدوزج ممكن ياثر على الهارت والكارديوفاسكولار سيستم ويعمل لنا هارت فيلير او يعني سيركيولاتوري فيلير وهايبوتنشن، وبالتالي ما نوصلش الاكسجين للفايتال اورجانز. طيب دي كانت ريليتد للاكسجينيشن. في عندنا برضو واحنا بنعمل انتيوبيشن في انجري ممكن تروماتيك زي التيس اللبس، احنا مدخلين عشان نعمل انتيوبيشن بيبقى في معانا الرينجوسكوب وده بيبقى معدن، احنا وريناه لكم قبل كده في محاضره الايروي مانجمنت. ممكن نعمل تروما تو ذا تيس لللبس للتانج للفارنكس، التيوب نفسها وهي داخله ممكن تعمل تروما لكل الاستراكشرز لحد ما توصل للي هو احنا داخلين، ممكن نعمل انجري للفوكال كورد لو مش في البروبر سايز اوف ذا تيوب، يعني جبنا تيوب لارج. احنا طبعا التيوب عندنا بتبقى كوردنج ليها معادله بنحسبها على حسب الايدج، لكن احنا لو حطينا تيوب اكبر من لازم ما هتعمل انجري للارنكس والفوكال كورد والفارنكس. طيب بالنسبه للكارديوفاسكولار كومبليكيشن ده ستريس على الهارت، ممكن يبقى فيه هايبرتنشن وتاكي كارديا واريزميا، ولو العيان ده اسكيميك هارت ممكن يزيد الاكسجين ديماند ويقل الاكسجين سبلاي يقوم يدخلنا في مايوكارديال اسكيمي اب تو مايوكارديال انفاركش. معايا يا شبابنا دكاترتنا اوعى تكونوا نمتوا مني. لا صحيح. طب كويس. برضه كومبليكيشنز ديورنج اندكشن ريليتد للدراجز اللي احنا بنديها، دراج اوفر دوز ليدنج تو هايبوتنشن او هايبوفنتيليشن، لان احنا احيانا العيان مش لازم كل العيانين هنديهم ماس ريلاكسنت وندخلهم على ميكانيكال فنتيليشن، افرض يعني اوبريشن شورت بروسيدور هنفتح مثلا ابسس هندي مش لازم نعمل نحط بقى انتيوبيشن وبتاع، دي حاجه هتشتغل دقيقتين ثلاثه، فاحنا ممكن لو ادينا اوفر دوز من الدراجز بتاعتنا الهيبنوتكس او انالجيزكس ممكن تعمل هايبو فنتيليشن، لان احنا هنا بنعتمد على العيان ان هو سبونتينيوس بريذنج. فاهمين النقطه دي ولا لا؟ يعني انا مش كل عيان بدي له ماس ريلاكسنت واركب له انبوبه وادخله، لا على حسب البروسيدور، البروسيدور صغيره يعني انا هعمل هفتح ابسس هفتح خراج انا ضربتين ضربه مشط وهيغسل الابسس،
بتدين ولا، يبقى انا محتاج ادي له حاجه بس تعمل له سيديش شويه انالجيز. لو انا اديت اوفر دوز، وانا هنا بعتمد على العمليه ان هو العيان بياخد ايه سبونتينيوس بريزنج، لو انا اديته لارج دوز من الهيبنوتيك دراجز او انالجيزك دراجز هيعمل له ريسبيراتوري ديبريشن، يبقى انا لازم في هذه الحاله ايه ادي له، انا اعمل له فنتيليشن. لكن انا لو سبته سبونتينيوس بريزنج ورحت انا مدي له لارج دوزز هيخش في هايبو فنتيليشن او هايبوتنشن، لان الدراجز بتاعتنا ليها سايد افكتس انها تعمل هايبوتنشن. في دراج ريليز هيستامين ليدنج تو هايبوتنشن، احنا عندنا الهيستامين ريليز في بعض الادويه بتعمل لنا هيستامين ريليز زي الاتراكيوري زي المورفين، انتوا عارفين المورفين، المورفين لو اديت لارج دوزز بتطلع لنا هيستامين، هيستامين ده ليه سايد افكتس، ممكن يعمل لنا برونكوسبازم، يعمل لنا هايبوتنشن. طبعا احنا مش هنتكلم عن الكومبليكيشن بتاعت الهايبوتنشن والبرونكوسبازم اللي هيدخلنا في هايبوكسيا. في دراج الرجي رياكشن، دي مشهوره ادويه بقى زي اليومين دول اللي هو في ايه السيفوتراكسيون المشهور ده اللي بيعمل شويه الرجي ونلحقه، وفي انتي بايوتكس بنسلين بتاع زمان اكيد خدتوه في الفارماكولوجي بيعمل الرجي، فده ممكن ايه يعمل لنا تلاقي العيان بقى هايبوتنشن وتلاقي العيان داخل برونكوسبازم وهايبوكسي اب تو ارست، فدي كلها دراج ادمنستريشن كومبليكيشن. في دراج انتر اكشن بين البتيدين والانتي ديبريسنت ايجنت، في اكسيدنتال مهمه خطيره، اكسيدنتال انترا ارتيريال انجكشن اوف سايوبنتال ليدنج تو جانجرين. لو انتوا ترجعوا لمحاضره المونيتورنج، احنا من ضمن البلاد بريشر مونيتورنج انترا ارتيريال كانيولا، بنحط بنقيس، احنا عندنا البلاد بريشر بنقيسه ايه بطريقتين، نون انفيسيف وانفيسيف ايه ارتيريال مونيتورنج، بنحط كانيول نوصله على ترانسديوسر ويعمل لنا ديسبلاي للويف الارتيريال ويف ويدينا كونتينوس ميجرنج للايه للبلاد بريشر، وده بيفيدنا ان احنا حاطين كانيول في الريديال ارتري ان احنا كل شويه ناخد سامبل ونقدر نعمل بلاد جاسز ونظبط وحاجات زي كده في الكريتيكال كيسز. لو حد بقى مش واخد باله تمريض، والحكايه دي بتحصل كتير للاسف الشديد، هو شايف كانيولا ومش عارف دي محطوطه فين، فاكرها فين، انها في الفينس سايد مش في الارتيريال سايد، وراح حاقن فيها سايوبنتال يعمل سيفير ارتيريال سبازم او يعمل ثرومبوزس انجري للميكوزا ويعمل ثرومبوزس في الارتيريال، ده يؤدي الى ايه اسكيميا في الابر ليمب ويعمل ابر ليمب اسكيميا اب تو جانجرين. والعش بقى لو الكانيولا دي محطوطه فين؟ حطيناها في البريكيال ارتري، يعني المين بلاد سبلاي اوف ذا ابر ليمب، يعني قول مثلا الريديال ارتري لو اتقفل او عندنا في ايه المفروض هنعمل الان تيست وهنلاقي في الالنر ارتري، يعني احنا حاطين الكانيولا في الريديال وغلطنا وحققنا وقفل الريديال، يبقى في عندنا الالنر ارتري شغال. لكن لو حقنا حطينا الكانيولا في البريكيال ارتري وحصل ارن اكسيدنتلي او انتشنلي انجكشن دراجز في الكانيولا هيعمل لك ابر جنجرين في الابر ليمب اب تو ايه امبيوتيشن. فاهمين الكلمه الحكايه دي ولا لا؟ معايا؟ اه يا دكتور معايا معاك يا دكتور. اه كويس. برضو accidental intravascular injection of local anesthetic during nerve block، احنا بنعمل nerve block المفروض في doses معينة وبنحقنها في حتة معينة accidentally رحنا حقننا intravascular، يبقى انت كده حقنت local anesthetic بلارج doses toxic doses intravascular هيدينا ايه toxicity local anesthetic toxicity. ساكسنايل كولين ميكوز ساكسنايل كولين ابني نتيجه لديفينشنسي اوف سودو كولين ستريز، ساكسنايل كولين بيعمل هايبر كاليميا، يعني لو عيان اساسا هايبر كاليميك زي رينال فيلير روحنا مدينه ساكسنايل كولين ممكن نوصل للايه الليفل بتاع الهايبر كاليميا اللي ممكن اب تو ايه كاردياك ارست، ممكن يعمل اريزميا، ميتريجرد مالجنانت هايبر سيمي، كل دي كومبليكيشنز
of drugs during induction of general anesthesia. ودي حصلت undiluted potassium by rapid intravenous injection ممكن يعمل ventricular fibrillation and cardiac arrest. في بعض الأمبولات شبه بعضها. هتبص تلاقي يجي يحن عايزين نعمل dilution للأنتيبيوتيك نجيب أمبول دايما الفايل بتاع الأنتيبيوتيك بما معاه أمبول مية عشان يدليوت الأنتيبيوتيك. رحنا بدل ما ندليوت بووتر رحنا جايبين أمبول بوتاسيوم لأنه شبه أمبول المية وعملنا دايليوشن للأنتيبيوتيك ورحنا حقنيله انترافينوس هيعمل لنا كومبليكيشن دي فينتريكولار فايبريليشن وكارديك أريست. الكلام ده كله حصل وكتبت حاجات مشهورة القصص دي. يبقى احنا خلصنا كده من الايه الستيج الاولانيه اللي هي الاندكشن اوف جنرال انستيزيا بالكومبليكيشن. هنخش الستيج الثانيه اللي هي المينتنس. برضو مشكلتنا الرئيسيه الهايبوكسيا. هايبوكسيا معانا في الاندكشن في المينتنس في الريكفري. احنا الرعب بتاعنا كله من الهايبوكسيا. طب ايه اللي هيحصل؟ اكسيدنتال ادمنستريشن اوف هايبوكسيك جاس ميكستشر. ايه المعلومه دي؟ هايبوكسيك جاس ميكستشر ايه يعني؟ ايه هايبوكسيك جاس ميكتشر؟ عندنا في الانستيزيا في الانهاليشن الانستيتكس احنا سمعنا ان في حاجه اسمها هلوسين سيفوفلورين ايزوفلورين اللي هو الانهاليشن الانستيتكس. في عندنا نيتروس اوكسيد ده فلوميتر زي ما في عندنا ايه لما شفنا في جهاز التخدير في اكسجين في اير في نيتروس اوكسيد. نيتروس اوكسيد ده بنعمل له ميكتشر ما بين النيتروس اوكسيد والاكسجين وبنوصله للعين. ده بيدينا انالجيزي بيفاسيليتيت اندكشن اوف انستيزيا بيقلل الايه الانالجيزيك ريكويرمنت اوف ذا بيشنت بيقلل الانهاليشن انستيتيك. يعني لو انا عامل ميكتشر ما بين الاكسجين والنيتروس اوكسيد يبقى انا هضطر هستخدم سيفو اقل وده يدينا ايه فايدته؟ ان يدينا كومبليكيشن اقل في الانهاليشن انستيتكس ما يبقاش دوزز عاليه انه يبقى في رابيد ريكفري. اول ما نقفل السيفو نقفل النيتروس تلاقي العيان ايه صحي على طول. النيتروس اوكسيد النهارده مش بنستعمله في مصر قوي لكن بنستعمله في الدول العربيه. كان من زمان بنستعمله لحد ما حصل منه مشاكل فدلوقتي وقفوا ايه صناعته في مصر لكن كل اجهزه التخدير فيها الايه النيتروس اوكسيد. هي دي اكسيدنتال ادمنستريشن اوف هايبوكسيك جاس ميكسر يعني استعمال النيتروس من غير ما نستعمل معاه النسبه المناسبه من الاكسجين. تفاصيلها مش عليكم دي صعبه عشان اقعد اشرحها. المهم ان بيوصل ان هي اسمها بين قوسين كده ديفيوجنال هايبوكسيك ان كميه النيتروس اوكسيد تبقى اكتر من الاكسجين بدون دخول في تفاصيل. دي تعمل لنا هايبوكسيا ودي مشهوره في عالم البنك. inadequate ventilation العيان دلوقتي محطوط على فنتليتور واخد ماسك ريلاكس فلازم بنظبط تايدال فوليوم بنظبط الريسبيراتوري ريت بنظبط الانسبيراتوري اكسبيراتوري ريشيو بنظبط البيب كل القصص دي تتظبط. لو مش مظبوطه هتدينا inadequate ventilation. inadequate ventilation يعني مش بندخل تايدال فوليوم كويس ما بنحطش ريسبيراتوري ريت كويس ده هيكون نتيجته ايه ممكن يبقى اللي هو تظبيط الفنتليتور اللي هو فنتليتور مال فانكشن او intubation of right bronchus يعني واحنا بنحط تيوب راح مدخلنا احنا طبعا بنحطها فوق الايه الكارينه علشان تعمل فنتيليشن للبوست لانج. لكن لو انا دخلتها وراحت عملت فنتيليشن للرايت برونكس يبقى انا عملت فنتيليشن للوان لانج الثانيه لا ده يدينا inadequate ventilation. ممكن يبقى فيه لارينجو سبازم ممكن برونكو سبازم ممكن كارديك اوت بوت فيلير يبقى ده كله هيؤدينا inadequate ventilation وهايبوكسي. اندوتراكيال تيوب يعني نفس الكلام اللي قلناه في الاندكشن الاندوتراكيال تيوب دي مهمه جدا بدل ما هي كانت في التراكيه احنا حطيناها في التراكيه اثناء المينتنس حركنا العيان. يحصل ايه لما نحرك العيان؟ التيوب تروح خارجه من التراكيه ونازله داخله في الاوسوفيجس ديسبليسمنت يحصل لها اوبستراكشن. التيوب طريه حركنا راس العيان التيوب تو اوبستراكت
يحصل لها disconnection, extubation, كل ده يدخلنا في hypoxia لأن ما وصلناش الأكسجين كويس لللنج. cardiovascular زي ما حصل في respiratory, لا في cardiovascular ممكن يحصل tachycardia نتيجة الستريس, pain, bradycardia, hypotension, hypertension. دي كلها أحداث بتحصل during maintenance. طبعا دكتور التخدير الواقف لازم يظبط تاكيكارديا, يشوف نقص انالجيزيا في اويرنس, في براديكارديا يدي اتروبين, هايبوتنشن يشوف ايه سبب الهايبوتنشن, هل في فلويد لوس نصلح الفلويد, هايبرتنشن اللي عنده اساسا هايبرتنسيف يبقى ندي له ادويه تقلل الايه الهايبرتنشن, كنترول البلاد بريشر, اويرنس ديورنج انيسيزي. طب الاويرنس ده هيبقى سبب ايه؟ العيان طوروا ان هو واخد مصر ريلاكسنت, واخد انالجيزيا يعني مش حاسس قوي, وفجاه يبقى قاعد نايم في العمليه وهو سامع بقى الدكاتره عماله تقطع في بطنه وتعمل عمليه وتشيل وتحط, ويبقى حاسس بكل حاجه, وممكن يكون بقى الجراح متنرفز عمال يشتم, فكل ده يبقى ستريس على البيشنت, فيبقى في حاجه اسمها مشكله كبيره جدا اسمها اويرنس during anesthesia. العيان بقى صاحي وهو باين قدامكم انه نايم, دي طبعا ممكن تعمل له سايكل تروما وتعمل له اريزميا وتلاقي في تاكيكارديا وهايبرتنشن والكلام ده كله. في ممكن كورنيال ألسر, كورنيال ألسر العيان نايم, المفروض ان احنا بنقفل الايه الايليدز سواء ببلاستر او بمرهم, لكن سيبنا عينه مفتوحه الى العمليه زي الفل والعين صحي وزي الفل وكل حاجه, تبص تلاقي جاله ايه نتيجه للدراينس لما بيبقى prolonged operation بيطير, احنا كل شويه عمالين نغسل عيننا بالتيرز, في blinking of the eyelids, لو سيبنا عيننا opened ممكن يحصل dehydration وkeratitis up to corneal ulcer, تلاقي العين بيتعالج عند الرمد بعد العمليه نتيجه ان احنا ما قفلناش عينيه during operation. نيرف انجري على حسب البوزيشن اوف ذا بيشنت, احنا العيان ده على حسب الاوبريشن ممكن نحط بوزيشنز مختلفه, العيان ده ممكن يبقى سوباين بوزيشن, ممكن يبقى لايثوتومي بوزيشن, ممكن يبقى في اي بوز على حسب نوع الاوبريشن, يعني واحد هيعمل بايلز, البايلز ده بيبقى البوزيشن بتاعه ايه لايثوتومي بوزيشن, رافعين رجليه وحطينا على سندات, ممكن يبقى في كومبريشن على السياتيك نيرف, تلاقي بعد العمليه العيان ده رجله واقفه وجعاه وحط فيه سياتيكا نتيجه للنيرف انجري, او مثلا لو عيان فيه نعمل له اوبريشن في الاكزيلا وفي اكستنشن اوف ذا ابر ليمب يبقى في تراكشن على البريكيال بلكسس, العمليه زي الفل وصحي حاجه اخر حلاوه, لكن عنده مش قادر يحرك دراعه نتيجه لحصل تراكشن وانجري للايه البريكيال بلكسس, دي كلها اثناء المينتنس. طيب بنصحي العيان برضه خايفين من الايبوكس, الايبوكس دي شغاله معانا على طول, ممكن يحصل ايبوكس نتيجه انهبيتد ريسبيراتوري سنتر, الادويه اللي احنا مدينها اوبيويد انهيليشن العيان ده مش ادكوتلي ريكفر, فنتيجه ريزيدوال افكت اوف اوبيويد انهيليشن انستكس, العيان ده دخل في اسيدوزس, اسيدوز بتعمل ايه سيريبرال ديبريشن, تلاقي العيان مش صاحي كويس, هايبو او هايبر كابنيا كلها تاثر على الريسبيريشن, دخلنا في هايبوكسيا. Inhibited airway reflexes may lead to aspiration of the vomitus. نتيجة للدراجز اللي احنا اديناها ولسه في residual effect يبقى ممكن العين واحنا بنصحيه يبقى في secretions, gastric secretion تروح عاملة aspiration نخش في مشاكل aspiration up to ARDS acute respiratory distress syndrome وpulmonary edema ونخش في ICU. inadequate reversal of non muscle relaxant, احنا مدين muscle relaxant واحنا بنصحي العيان ادينا له ايه ما ادينالوش الريفرس بتاعنا فالماسل باور ما رجعتش كويس تاثر على الفنتيليشن, وبرده في النقطه دي لو احنا عندنا الريفرس بتاعنا اللي هو نيوستاجمين بلس اتروبين, افرض احنا ادينا نيوستاجمين وما اديناش اتروبين يبقى ايه هنخش في complication of نيوستاجمين اللي هي up to cardiac arrest, bronchospasm, secretions والكلام ده كله, دي كلها complications. Hypoventilation, airway obstruction, respiratory muscle weakness, decreased oxygen content, احنا عارفين الاكسجين content اللي هو oxygen delivery, يبقى في عندنا الاكسجين delivery
ده VA بيساوي cardiac output في الأكسجين content. يبقى decreased oxygen content ممكن اللي هو الهيموجلوبين concentration قليل أو الأكسجين saturation قليل. يعني عايز أقول لكم المعادلة بتاعة الأكسجين delivery بتساوي cardiac output في اللي في الأكسجين content. لو قال cardiac output أو قال الأكسجين الهيموجلوبين أو الأكسجين هيموجلوبين blood oxygen content يبقى هتبص تلاقي في الأكسجين delivery بقى قليل. طب delayed recovery delivery العيان الجراح خلص العملية وبتاع لكن العيان ما صحيش، نفضل بقى مستنيين ليه؟ لأن في pharmacological causes residual anesthetic effect drugs especially opiates أو مثلا كيتامين، ادينا كيتامين بلارج دوزز بص العيان فيه عنده delirium. في metabolic causes hypoxia hypercapnia hypothermia. الهايبوثيرميا دي ما تستقلوش بيها، احنا اليومين دول برد الدنيا برد، لو فيها hypothermia هتلاقي العيان مش قادر يفوق كويس وفي delay recovery. hypoglycemia العيان diabetic وبياخد انسولين ودخل في hypoglycemia او diabetic ketoacidosis نتيجة الستريس of the operation. يبقى كل الكومبليكيشنز بتاعت الديابيتس بتعمل لنا delay recovery. hyponatremia hypothyroidism ثيرويد مهمة جدا، لو حصل hypothyroidism الأدوية مش بتتحرق كويس ميتابوليزم بتاعها تبص تلاقي فيه delay recovery. neurological causes في عندنا brain edema في عندنا vascular surgery كل دي neurological causes سواء vascular surgery أو عملت مشاكل كلها تؤثر على البرين في recovery of the patient تعمل delay recovery. prolonged apnea central respiratory depression برضو زي اللي هي delay recovery هي prolonged apnea. opioid type intel inhalation anesthetic hypo or hypercapnia peripheral respiratory muscle weakness inadequate reversal of the muscles succinyl choline apnea دي تدينا prolonged apnea. معانا يا جماعة؟ سهل محاضرة سهلة تجميع للجنرال انزيز في delay complication خلصنا العملية والعملية زي الفل تبص تلاقي العيان بيقول لك انا عضلاتي كاني مضروب علقة. ليه؟ السكسنال كولين بيعمل شوية stimulation of the muscles يقوم يخلي في muscle pain. الهالوسين الهالوسين ده بيعمل شوية increase بيعمل hepatitis increase the liver enzymes. ولذلك كانوا دايما يسألونا يقولولنا احنا لسه لما كنا بنستعمل هالوسين كتير او ممكن تلاقيه في المناطق اللي هي ما فيهاش يعني احنا بنستعمل دلوقتي ادويه غاليه شويه لكن مع الدولار والحاجات دي هتلاقي ناس ترجع تاني للهالوسين. الهالوسين بيعمل هيباتايتس بيزود الليفر انزيمز فممكن عيان لو هو عمل عمليه وبعدين هيرجع تاني يخش عمليات نعمل له ليفر انزيمز نلاقيها عاليه يقوم يسال هل ممكن اخش عمليات نقول له لا استنى شويه لما الهيباتيتس او الليفر افكشن نتيجه الانستيزيا يقل بترجع نورمال ليفر انزيمز. طيب يعني عايزين نوصل للريكومنديشنز فور سيف انستيزيا دي ترجع بقى ان انت بتشغل مخك انت هنا بتانتسيبيت possible problems for each particular patient يعني كل عيان بترسم له الخطه بتاعته ايه البروبلمز المونك تفيس ديورنج اوبريشن بتشوف الانستيك تكنيك هل ده احسن له ريجنال احسن له جنرال ايه الادويه اللي انت هتختارها تتناسب مع الميديكال كونديشن ومع السيرجيكال بروسيد برضه لازم تتوقع انتسيبيت بوسبل بروبلم مع السيرجيكال بروسيدر يعني في مثلا سيرجيكال بروسيدر ان هي هيبقى فيها بلاد لوس كتير يبقى لازم تحضر معاك بلاد باج هتدي دم في وسط العمليه يبقى لازم تحضر معاك بلاد بلازما كل اللوازم اللي هي البلاد سبلاي والاكويبمنت اللازمه للعمليه فهنحتاج ده هنحتاج سي في بي هنحتاج ارتيريال هنحتاج نوعيات معينه من دراجز يبقى لازم كل حاجه تبقى افيلابل يبقى بتانتسيبيت بوسيبل بروبلم افرض الادويه دي مش موجوده الحاجات دي مش افيلابل ممكن تاجل العيان لحد ما تبقى حاجته موجوده. Check all equipment قبل ما نشتغل لازم نراجع على المونيتورز ونراجع على الأدوية ونليبل كل الدراجز علشان لما نيجي نشتغل في أخطاء دايما بتحصل الكلام ده يا جماعة مش قليل ده كتير إن يحصل إن الأدوية
تبقى لازم تبقى ليبلد مكتوب عليها الدواء ده عليه ماس ريلاكسنت، الدواء ده عليه بروبوفول، الدواء ده فيه اتروبين. لو مش كاتبين يعني احنا متخذين قرار ان اي سرنجه مش مكتوب عليها اسم الدواء ولا الدوز بتاعتها بنرميها علشان ما يحصلش اخطاء، لان ممكن تدي دواء انت فاكر ان هو ده دواء الفلاني ويطلع دواء تاني، والادويه بتاعتنا فيري سيريس خطيره. بيشنت شود بي مونيتور، العيان طول ما هو في اوضه العمليات لازم يبقى تحت مونيتورز، الفايتال ساينز كلها شغاله علشان نلحق اي مشكله قبل ما تتفاقم معاه. نيفر ليف ان انستايز بيشنت ان اتندد. المشكله الكبرى ان نسيب العيان ونخش اوضه تانية، او نبنك 3 4 عيانين دكتور تخدير واحد يبنك كذا اوضه، لان كده يبقى معناها ساب اوضه من غير اتندنس. وهنا طب في مونيتور شغال، ما مش حي ما حدش هياخد باله ايه التغيرات اللي حصلت في المونيتور. طب حصل المونيتور بدا يدينا ابنورمال فاليو، نبتدي نشيك نشوف الاكسجين، نشوف البلاد بريشر على حسب نوع القرايه اللي موجوده، نبتدي نصلح هايبوتنشن، نشوف ايه سبب الهايبوتنشن هايبرتنشن، نبتدي نصلح القرايات اللي في المونيتور. طيب سيفتي ميجرز، في فاير، في سورسز اوف ذا فاير في الثياتر الدايسيرمي، في عندنا ادويه مطهرات كلها ممكن تعمل لنا، وفي اكسجين يعني ممكن تحصل فاير في اوضه العمليات ويحصل الكتريكال بيرن، فلازم كل ده يبقى تشيكت. الانفكشن دي مشكله كبيره جدا عندنا الانفكشن، وبالتالي لازم يبقى في وير جلافز فيس ماسك كل حد وكل الناس تتعقم، ولازم نبقى لابسين كل حاجه ونشيك البلاد والبلاد كومبوننتس والفلويد والكلام ده. النويزي، في عندنا ريكوجنايز كونديشن زد ديكريز بيرفورمانس، بتقلل التركيز، في دوشه، في خناقات، في بتاع، اللايت مش مظبوط، الناس تعبانه، ما ينفعش تشغل الواحد مده طويله، المفروض في ساعات عمل. طبعا الكلام ده مش بيحصل هنا، ممكن نفضل مشغلين واحد 24 ساعه 48 ساعه ويطلع من المستشفى يخش في مستشفى، طبعا الفاتيك ده يبقى هتتوقع منه انه يحصل ايرورز. المفروض ان في ساعات عمل ويبقى العين الدكتور ساتسفايد علشان يقدر يديك جود بيرفورمانس. لو في اي مشكله مش عيب ابدا ان احنا كول فور هيلب، تنادي زميلك، تنادي، دي مش عيب خالص ولا تنقص من قدر اي حد. زي عندنا مثلا في الديفيكالت انتيوبيشن عادي جدا ممكن يبقى واحد استاذ كبير وبتاع يستعين بحد ايه اصغر منه يساعده في عمليه الديفيكالت انتيوبيشن او اي هيلب، عيان بدا يخش في كارديك اريست، ما احنا هنحتاج نعمل مانجمنت اوف ذا كارديك اريست انتر اوبرتيف، يبقى لازم هنستعين كول فور هيلب. Never panic especially if the patient is going to die and even you have ما ينفعش ان انت تبانيك ويحصل mental block، لان panic ومental block طبعا مين اللي هيمانج البيشنت؟ دكتور التخدير لازم يبقى عنده ثبات انفعالي اكتر من اي اكتر من الجراح. الجراح هو اللي بيبانيك لما يلاقي وهو شغال يلاقي دم العين ازرق ساينوز يبتدي يتخض، يبص لدكتور التخدير، لو لقى دكتور التخدير وراه اخر مخضوض، امال مين اللي هينقذ العيان؟ لابد دكتور التخدير يبقى عنده ثبات انفعالي، يعرف يفكر بهدوء، يعرف يمانج، يسيطر على هو المايسترو بتاع اوضه العمليه. دي بقى شويه حكم بقى، بي اوير اوف يور ليميتس، نيفر اسيوم، بي كايند، بيشنت ار فيري فالنربل. Be prepared, plan your safe anesthesia, be professional, give your best performance. دي شوية حكم بقى حلوة كده. الانستيزيا ريكورد شارت، لازم كل عيان بنكتب الريكورد بتاعه. البيشنت فور ميديكال ليجال فور ريسيرش، بيشنتس نيم، الايدج، البودي ويت، طبعا كل حاجة من دول ليها أهمية عندنا. سكيدول الدايجنوزز، مكانها فين، السايت والسايت، بري اوبراتيف patient assessment and pre-medication، كل ده بيكتب في الدوكيمنت. طبعا الانستيزيا كونسنت لازم يبقى ماضي عليها، انستيزيا تكنيك برضو، any adverse effect drug doses and time، كل ده بيكتب في الانستيزيا ريكورد شارت.
الفلويد بالانس اخذ قد ايه وطلع يورين اوتبوت قد ايه، لازم نقدر نحسب كميه اليورين الفلويد اللي خدها كم ازازه وخرج قد ايه، انترا اوبراتيف هيموداينامك اند فنتيلاتوري بارامترز ريكوردد ريكفري روم، وكل برضو في الريكفري روم في تشارت كل العيان طول ما هو ماشي ناس عماله تسجل الايه الداتا بتاعته. حد ليه اي سؤال؟ دكاترتنا شكرا يا دكتور. انا شكلي بكلم نفسي، انا حاسس ان انا بكلم نفسي. لا يا دكتور لا ما يصحش والله. باي طمنتوني. يلا جود لك، محاضره سهله كده على الخفيف علشان ما حدش يتضايق من الانستيزي. واي حد ليه اي سؤال احنا عنينا ليكم في اوضه العمليات، تعالوا لنا تعالى لي انا يعني انا موجود سبت واثنين وثلاث، عنينا الاثنين ليكم في اي حاجه، حد مش فاهم حاجه ان شاء الله بالتوفيق، ما فيش اي حاجه تخوف. كله مرضي؟ كله مبسوط؟ كله مبسوط الحمد لله. بنشكركم على خير. شكرا يا جماعه. يلا جود لك. يلا سلام عليكم. شكرا كده حاجه كده. يلا العفو ان شاء الله خير.